السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع، شعلومكم الربع. طبعا اليوم معنا أبا أعلمكم بقصة نجاح. والله العظيم أنا سمعت القصة هذه و يعني حبيت المحل ذا من قصته. طبعا هذا طالت أعماركم كان فيه أسر منتجة في بيشة، طبعا يمكن أهل بيشة يعرفون الكلام اللي قاعد أقول. أنا كان فيه أسر منتجة عندنا في بيشة اسمهم مهاشف. وش يسوون الأسر المنتجة دي؟ يسوون يا طوال الأعمار ورق عنب ملفوف سمبوسة. رغم أنه ورق العنب والأسر المنتجة في بيشة واجد، إلا مهاشف كان له اسم قوي جدا في ورق العنب، وكان له زباين سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات. السنة السادسة الآن مهاشف تملك مقهى ومطعم في بيشة. أسأل الله في هذه الساعة أن الله يبارك لهم وأن الله يرزقهم. هذه قصة نجاح وكفاح. اسعى يا عبدي وأنا معك. واليوم الأسرة المنتجة مهاشف يملكون مقهى مهاشف، اللي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، القهوة كوفو والحلا كوفو، وأيضا ترى تجريبي لحد الآن ترى تجريبي. طبعا عندهم أتوقع فطور، وعندهم عشاء، وعندهم قهوة وحلا من أجود أنواع القهوة والحلا، الشاهي الصيني اللي علمتكم قبيل في السنابة، عندهم أيضا شاهي من ألذ الشواهي اللي ذقناه. أسأل الله في هذه الساعة أن الله يبارك لكم، وتستاهلون والله كل خير ولكل مجتهد، فأتمنى لهم التوفيق ويستاهلون والله كل خير ويستاهلون والله الدعم. أتمنى من أهالي بيشة أنهم يدعمون مقهى مهاشف، لأنه يستحق الدعم. أصلا هو والله مهم في حاجة كلامي ولا هو في حاجة تصويري، ولكن المنتج كفو يجبرك انك تجي. هذه الهيبة اول مرة هجي، هذه يمكن رابع مرة هجيهم. فيه عندهم جلسات، انا ما اقدر اقول بالتصوير لان فيه ناس جالسين، عندهم جلسات خارجية وعندهم جلسات تحت، والشغل ولد حق تفريق الشاهي عندهم ادبي عام شكل، فيه من الادب قوم هو قعد، يستاهلون. أسأل الله أن يوفقهم ويرزقهم. الحلا عندهم يا الربع بعطيكم يعني سلطان، عندهم ذي أنا أسميها الخضراء، والله ما أدري إيش اسمها، ذي ثقة يعني صاير بها وقع ما بصح، وكيكة التمر ثقة بعد، بس أني أنا الزرق الخضراء ذي ما فيها حيلة. لا جيتهم قلوا عطونا الحلا الأخضر ثقة اللي عليها عسكرية مشعيرية شغل باخر، والله يوفقهم. احنا انت قهوة ونشرب قهوة وناكل حالة في كلش ما جودة، السندويشتات حتى ما جودة، كلش ما جود عند شيف ما. الله يوفقنا يوفق، هذا بري. الربع طفوا ال ولا... أهم شيء السماعات تشغلونها. أقول أهم شيء عايد، خذ راحتكم. أهم شيء السماعات تشغلونها. إيه عايد هاي. اللي صاحب واعي وما شفت. تعجز بروح فيها القصة.